هذه صور الآن كريات شمونة، إحدى المستوطنات الإسرائيلية التي وصلتها صواريخ الفصائل من جنوب لبنان. صواريخ أطلقت من جنوب لبنان على مستوطنة كريات شمونة القريبة من الحدود. طبعا ما توفر من التقاط صور الدمار التي لحقت بمستوطنة كريات شمونة القريبة من الحدود اللبنانية بصواريخ أطلقت من جنوب لبنان ردا على 4 غارات إسرائيلية لقرية عيت الشعب وقرية ياطر الحدودية ومجموعة القرى الحدودية. كريات شمونة الآن، يعني الحقيقة المشاهد الكريم يتابع الصواريخ التي تطلق من غزة أو من جنوب لبنان، ونتابع أيضا ونلاحق أيضا الأثر الذي تحدثه هذه الصواريخ في المستوطنات والموجودة من ناحية جنوب لبنان أو المستوطنات غلاف غزة القريبة من غزة. بنتكلم أيضا على صفد، الجليل، الرملة، اللد، كلها مستوطنات طالتها صواريخ الفصائل الفلسطينية. صافرات الإنذار أيضا كانت تدوي في تل أبيب. ما تشاهدونه الآن هو كريات شمونة، مستوطنة كريات شمونة وآثار وصول الصواريخ. ما الذي يعني ذلك؟ أن القبة الحديدية التي أنفق عليها كل هذا الكم أصبحت غير قادرة على صد عدد كبير من الصواريخ التي تصل إليها. طبعا القبة بتصد 3000 صاروخ مرة واحدة يعني، لكن لا تنجح في صد كل الصواريخ، والدليل أن الصواريخ تصل إلى المستوطنات بشكل أو بآخر. محور اشتعل على الجانبين، مزارع شبعة وتكثيف غارات، وتبعتهم قنابل ضوئية وغارات على مزارع شبعة وعلى البلدات الجنوبية، وفي نفس الوقت صواريخ تطلق على المستوطنات القريبة وخصوصا كريات شمونة الآن. طبعا صور معبرة لكريات شمونة، ولن نغيب عنكم الصورة في غزة، يعني نحاول أن نتنقل قدر المستطاع لتوفير أكبر مساحة مرئية ومشاهدة للمشاهد الكريم على كل الجوانب للمتابعة.